This is a cross sections, vertical cross sections within the brain, within the head and neck. نبي نغطوا في المعمل هذا شوية structures about the palate والpharynx وبالمرة بما أن قاعد قدامنا التانك. This is the palate وهي تعتبر ال roof of the mouth cavity متكونة من two parts وبينات عنا two parts. This is the hard part, the bony part وعرفنا أنه متكون من two bones من palatine process of the maxilla وال horizontal plate of palatine bone. الجزء اللي بعده which is called soft palate. لو جبنا الرسمة وحطينا soft palate معناها ممكن نسألك على المصل attached to it اللي هن التنسور palatine والليفيتور palatine والماسكولوس يوفيولس واثنين النزلات اللي هن بالاتو جلوسس اند بالاتو فارينجيس. هذوما الماسلز وممكن ينسأل على النيرف سبلاي بتاعهم اوريجن اور انسرشنز. برضو قاعد عندنا التانج واضح it is a hollow muscular organ covered with a mucous membrane. فمن المتوقع اما ما نسأله على النيرف سبلاي بتاعه سواء كان موتور او سنسري او ممكن نسأله على الارتيريال سبلاي اور ذا بلاد سبلاي. ممكن برضو نسأله على الماسل هذه لانها واضحه بكل وانتم خطيتوها واحده من الاكسترنسك ماسلز اوف ذا tongue اللي هي attached to the genial superior genial tubercus which is called genioglossus muscle. هذه جزئية بتاعت البالت وجزئية بتاعت التانج مطالبين بالبلد سبلاي والانرفيشنز ان ديتيلز. بعدين بنجو للجزء اللي بعده اللي هو الفارينكس which is extended from the base of the skull till the level of the lower border of the sixth thoracic cervical vertebra cervical vertebra رقم 6 او to the level of cricoid cartilage anteriorly. الفارينكس divided into three parts. جزء behind the nose which is called nasopharynx, جزء behind the mouth cavity يسمى oropharynx وجزء behind the larynx يسمى laryngeal pharynx. مهم تعرفوا ان المسلز اوف ذا ولا الماسكولوزا ولا الماسكولار لايرز بتاعت الفارينكس متكون من انر ميوكوزا لايرز بعدين في طبقه تسمى فارينجيو بازيلر فاشيا بعدين عندي تو لايرز اوف ذا مسلز. الانر وان تسمى لونجيتيودينال مسلز وعددهم ثلاثه التسميه بتاعتهم بلاتو جلوسس وستايلو سوري بلاتو فارينجيس ستايلو فارينجيس وسلبنجيو فارينجيس. هذوما الثري لونجيتيودينال مسلز هذه الانر الانر لونجيتيودينال لايرز والمين فانكشنز بتاعتهم اليفيشنز تو ذا فارينكس ديورينج سوالوينج. بعدين عندي الاوتر لاير اللي هن السيركولار muscles. السيركولار muscles عددهم ثلاثة superior constrictor middle constrictor و inferior constrictors ولازم تعرفوا ان حتى الconstrictors عندهم different origins with the same insertions اللي هو الميديان فارنجيا الرافي. While the longitudinal muscles عندهم different origins حتى هنا نفس الفكرة عندهم different origins style of pharyngeus طالعة من الستايلويد سلبنجيو فارنجيس طالعة من الاستيكيان تيوب والبلاتو فارنجيس طالعة من البلات. التلاتة عندهم the same insertions وانسرتد التلاتة في البوستيريور بوردر of the thyroid cartilage. بعد كين بنجو المطالبين انتم بالنسبه للمسلز بالاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن لكن للاسف وذن ذا موديل بتاعنا مش متوفر عليهن الديتيلز هذينا. بس بنجو للميجر ديتيلز اللي قاعده وذن ذا نيزو فارينكس اورو فارينكس لارينجيو فارينكس. بالنسبه لجزئيه النيزو فارينكس يتميز بوجود الفتحه بتاعه الاودوتري تيوب وهذه هي الاودوتري تيوب يسمى تيوب الاوبننج هي الفتحه بتاعه الاودوتري كانال فتحة اللي هي الجيرتي كونكشنز التيوب اللي هو الجيرتي كونكشنز بين الميدل اير اند ذا نيزال كافيتي حواليها اليفيشنز يسمى تيوبال اليفيشنز وتحتوي على مجموعه من الليمف نود تسمى تيوبال تونسلز. برضو لو نلاحظ عندي فولد نازله هنا الفولد هذه تسمى سلبنجيو فارينجيس فولد مكونتها هي المسلز اللي دفتها وجايه من تحت منها which is called سلبنجيو فارينجيس مسل. عندي هنا فيري امبورتنت ليمف نود فارينجيال ليمف نود ولا هن الادينويد اللي بالعربي يسموا فيهن اللحميه وفيري امبورتنت والسايز بتاعهن لا علاقه بالبريدونتال ديسيز. عندي هنا سبيس
depressions behind the tubal elevations والسلبينجي وفارنجيال فولد يسمى فارنجيال ريسس. هذوما هما الميجر ستراكشرز اللي هن ممكن تشوفوهن within the nasal pharynx. بالنسبة للجزئية بتاعت الأورو فارنج تتميز بوجود two arches and lymph nodes tonsils between it. بالنسبة لي الأرش القدامي يسمى بلاتو جلوسس أرش ديرتا المصل اللي تحت منها البلاتو جلوسس مصل والأرش البيهايند البوستيريور وان لازم تعرفون in order اللي هو البلاتو فارنجيس أرش مكونة المصل اللي هي البلاتو فارنجيس مصل in between عندي البلاتين tonsils اللي هي very important يجيب لكم عليها landmark البلاتين tonsils اللي هن الألواز شنو الفانكشنز بتاعهن شنو الارتيريال سبلاي بتاعهن شنو المين نيرف اللي هو نخافه من الليجنز لا اللي هو الجلوسوفارينجيس نيرف لانه قاعد ماشي تحت منها على البد بتاعها اللي هو السوبيريور كونستريكتورز. هذوما هم الميجر ستراكشرز اللي احنا ممكن نشوفوهن في منطقة الاورو فارينكس. اخر جزئية هي اللارينجيو فارينكس هو جزء من الفارينكس which is behind the larynx واهم شيء يميزه هو اللارينجيال انلت الفتحه بتاعت اللارينكس ووجود تو فصه ان ذا سايد ويتش از كولد بايريفورم فصه والبايريفورم فصه هذه قاعده على السايدز اوف ذا لارينجيال انلت وهي الكومن سايد فور ذا انسيرشنز اوف ذا swallowing of the abnormal foreign bodies. لازم تركزوا تعرفوا السوفت بالات والهارد بالات والمسل ريليس النيرف سبلاي ان اكشنز التانج واي سؤال على التانج متوقع والفارينكس سواء قلنا الفيتشرز اوف ايتش بارت ولا المسلز اوف ذا فارينكس هذه هي جزئيه اللاب.